خلي بالك انك هتطلع صاحب اموال وانت مش واخد بالك، هتطلع مكنس فلوس قد كده وانت مش داري. مش بس كده، هتلاقي معاك عملات قديمة شوية في بنطلون مركون في الدولاب، دور بس كده وانت بتطلع لبس الشتاء، وعلى ضمانتي يمكن الزهر يلعب معاك المرة دي. بيقولك الخمسين قرش عاملة ضجة الايام دي وبيدوروا عليها، ولو عطروا فيها صاحبها هياخد 50,000 جنيه. تخيل بقى يا بطل معاك كام 50 قرش؟ يا ترى اي 50 قرش؟ ولا هتقولي فئة مواصفات كذا وكذا، واعمل ايه لو لقيت ال50 قرش دي معايا؟ ما تقولش كده، امال انا هنا ليه؟ عشان ارسيك على المعلومة وتعرف اللي فيها. يلا بينا. هو مش الدولار اللي عامل قلق الايام دي ولا ايه؟ بيطلع وينزل ومش راسي على سعره، لكن 50 قرش ايه اللي هتعمل ضجة؟ كنا فاكرين زيك كده. 50 قرش ايه اللي هتشتري بيها البانة تكون تمنها 50,000 جنيه؟ الموضوع ده له ناسه، وفي ناس من هواياتهم شراء المقتنيات القديمة، وخد عندك بقى فازات، لوحات، ده حتى معالق السنبلة بيشتروها. المفاجأة الأكبر بقى اللي لازم تعرفوها، إن لو معاك ال50 قرش دي فأنت من أعيان البلد. آه والله، قوم بس دور في أي درج في البيت هتلاقي حد مكرمشها هنا ولا هناك في أي ركن في الدرج، وعلى أساس إنها ملهاش لازمة، وهي اللازمة كلها. هتقول لي أعرف إزاي إنها هتتباع ب50,000 جنيه؟ وهل أي 50 قرش تأدي الهدف؟ بص يا سيدي، في الساعات اللي فاتت دي حصل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بال50 قرش، وأخبار بتتنشر منها للصح ومنها الغلط، لكن خليك معايا وهقولك تعرفها ازاي. أول حاجة لازم تكون عليها صورة أبو الهول في النص أو في الجنب الشمال. طب لو الجنب اليمين؟ لا ما تنفعش. بسيطة، ها وبعدين؟ وتكون صدرت سنة 1911، لا قبل ولا بعد كده، وده اللي التجار بتوع العملة القديمة بيقولوه، وان الموضوع ده مش بيكون على كل الفئات ومش لكل اصدارات ال50 قرش، لكن بالعملة القديمة الورق اللي عليها ابو الهول. كل ما كانت العملة قديمة كل ما زادت قيمتها المالية وسعرها. طب هتقولي ايه اللي يخلي نفس العملة تكون بسعر مختلف؟ سؤال عظيم. ممكن تكون نفس العملة ولكن بتتباع مرة ب50,000 ومرة ب25,000، لان في عوامل كتير بتتحكم فيها، زي صدورها مثلا، هل في نفس السنة ولا قبل ولا بعد، حالتها عاملة ازاي، استعمال طبيب مثلا ولا ايه. خلي بالك هتتعامل معاملة العربية، ايوة عليها اخطاء وطباعتها تمام ولا الوانها مش ولا بد، وكل تاجر ونظرته، وكل شيخ وله طريقة، اللي هتعجب التاجر ده ممكن ما تعجبش التاني. طب لو معاك 50 قرش معدنية تنفع؟ تنفع جدا، بشرط ان يكون محفور عليها جمهورية مصر العربية بشكل دائري اعلى العملة، ولونها ذهبي، ومكتوب عليها 50 قرش، والوش التاني ليها يكون موجود عليه صورة ملك فرعوني وتاريخ اصدارها 2005، وهتتباع ب5,000 جنيه. كده انا قلت لك المواصفات، الدور عليك ومدور كويس يمكن تلاقيها، والاشياء تبقى معدن ومحدش يعرف، يمكن تظبط وتبيع ال50 قرش باكتر من 50,000 جنيه.